اروح بس للملعب المباراه. معانا دلوقتي زميلنا فاروق صلاح ونشوف اخر استعدادات الفريقين للقاء اليوم. تحياتي ليك يا فاروق وتحياتي الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، واتفضل. كل الشكر للكابتن اسامه حسني، برحب بيك يا كابتن اسامه، برحب بضيوفك الكرام كابتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوله جديده من جولات ملعب الاشبال، وبيتجدد موعدنا هنا من ملعب النادي الاهلي مدينه نصر، وقبل انطلاق مباراه قمه بطوله الجمهوريه للناشئين مواليد 2006 ما بين الاهلي والزمالك في الاسبوع الخامس لهذه المسابقه. وخليني اقول لك ان هذه المسابقه بتلعب من دور واحد، هيصعد الثمانيه الاوائل الى المرحله الاخرى، هتبقى يكونوا دوري يتلعب من دورين. سريعا تشكيل النادي الاهلي لهذه المباراه: حراسه المرمى عمر كامل، قدامه اثنين مساكين يوسف اسلام واحمد عبدين، في اليمين عبد الله طاهر، في الشمال محمد رضا، في منتصف الملعب يوسف محمود وابراهيم عادل وهشام مصطفى، قدامهم مثلث هجومي مكون من محمد احمد شهاب، عمر سيد معوض، وحسام عادل. على الجانب الاخر نادي الزمالك اللي اعلن تشكيله في هذه المباراه: حراسة المرمى أحمد جمال، قدامه الرباعي عبد الرحمن علي وعلي عبد المجيد وعلي نوفل وأحمد حنفي، في نص الملعب الثنائي محمد السيد، السيد أسامة، قدامهم ثلاثة: حسام عاشور، عبد الحليم أحمد، هاني ياسر، خلف رأس الحربة زياد محمد. النهارده طاقم تحكيم من منطقة الإسكندرية بقيادة الكابتن عمرو عبد الفتاح بيعاونوا في هذا اللقاء محمد عبد الإله وحسني عبد الرازق. عايز أطمنك على الأجواء اللي موجودة في ملعب النادي الأهلي مدينة نصر اللي بتزين لاستقبال نادي الزمالك في هذه المباراة، وبنأكد على الروح الرياضية اللي بتمتع بيها كلا الفريقين، ايضا وجود الكابتن محمد وهبه المدير الفني السابق لمنتخب مصر مواليد 2006 اللي موجود النهارده يتابع هذا اللقاء، وجود الكابتن وليد سليمان اللي تولى مؤخرا منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، موجود ايضا من اللجنه الفنيه الكابتن وحيد كامل والكابتن عادل محمود. دي كانت كل الكواليس، كل الاخبار من داخل ملعب الاهلي مدينه نصر. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن اسامه حسني. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح.